مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، وحديثنا هذا المساء هو بيان مجلس الأمن الصادر بعد جلسة خصصها لمناقشة الملفين الإنساني والسياسي للأزمة اليمنية. بات من الواضح أن أقصى سقف اتخذه مجلس الأمن في الملف اليمني كان القرار رقم 2216 منتصف العام الماضي، وبالرغم من عقد المجلس اجتماعين بعدها بخصوص اليمن لم يقم المجلس بإصدار أي قرار فيها أو يسعى حتى لتطبيق قراراته الأخيرة بشأن الأطراف اليمنية. يتعامل مجلس الأمن مع المشكلة اليمنية وفق مصالح الأطراف الدولية داخله وعلاقات الشد والجذب بينها وبين المملكة العربية السعودية، وليس وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لليمن. مساء الخميس أصدر المجلس بيانا جديدا في ختام اجتماعاته بخصوص الملف اليمني، ولم يخرج البيان في مضمونه بشيء جديد، ولم يختلف عن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ابتعد البيان عن التطرق للوضع الميداني بشكل واضح، وترك الحروف دون أن يضع النقاط عليها. تناول بالكثير من التفصيل الفشل الكبير الذي يعاني منه في معالجته للأزمة اليمنية، خاصة الوضع الإنساني. مجلس الأمن الذي يتصرف بطريقة توحي بوجود الكثير من الانقسام في أروقته، اعتبر الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين إلى الإغاثة، وطالب بعدم إعاقة وصول المساعدات. أسئلة كثيرة تحاشى مجلس الأمن في بيانه الإجابة عنها، وهو ما يوحي بإطالة أمد الأزمة وبقاء اليمنيين تحت رحمة الميليشيا وأدواتها. بيان مجلس الأمن وآفاق التسوية السياسية والحرب في اليمن سيكون هو محور حديثنا هذا المساء. وقبل الانتقال إلى النقاش، دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود. بعد يومين وجلستين خصصهما مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة اليمنية، أصدر المجلس بيانا جديدا لكن بمضامين قديمة. ذات الخطاب الذي يعبر على الدوام عن أسف ينم عن العجز وقلة الحيلة إزاء أزمة تتفاقم على مختلف الصعد، وخصوصا في شقها الإنساني الذي فشلت فيه الأمم المتحدة ومنظماتها، كما فشلت في الشق السياسي. فالبنية التحتية تهدمت، والعائلات تشتتت، والتركيبة الاجتماعية تفككت. المرحلة الصعبة ودقيقة، ومع كل يوم يمر يخسر اليمن المزيد من أرواح أبنائه الأبرار. البيان الجديد للمجلس وصف الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين إلى مساعدة وإغاثة، مطالبا بعدم إعاقة وصول المساعدات. في البيان أيضا طالب المجلس كل الأطراف اليمنية باستئناف المحادثات في أسرع وقت دون شروط مسبقة، وتنفيذ كامل للقرار 2216. نفس الخطاب التعميمي الذي لا يشير للمسؤول عن عرقلة وصول المساعدات إلى المدن المحاصرة منذ أشهر، ولا من الذي يجب عليه تطبيق القرار الأممي دون شروط مسبقة، لا يزال يعرقل بها مسيرة البحث عن السلام المتعثر بعد جولتين من المباحثات. لم يكن أحد ينتظر الكثير من هذه الجلسة بالنظر إلى التجارب السابقة مع جلسات المجلس خلال أيام الأزمة اليمنية التي طالت أكثر من اللازم. جلسة واحدة كانت تهم اليمنيين، وهي تلك التي جاءت بالقرار 2216، غير أنه لم يحدث شيء بعدها، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، فيما تستمر المنظمة الأممية في إرسال دعواتها المطالبة بتنفيذ القرار مع بقاء المخاطب مجهولا بعد أكثر من عام من الانقلاب والحرب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في زوايا حدث اليوم مع بيان مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية. وينضم إلينا الآن عضو الفريق الفني لوفد الحكومة في المفاوضات الدكتور معين عبد الملك. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور معين. بيان جديد لمجلس الأمن، ولكن هل هنالك من جديد في مضمون البيان بالنسبة لكم في الحكومة وخاصة فريق المفاوضات؟ أعتقد البيان جاء بشكل عام نوعا ما متوازن فيما يتعلق جزء هام بالتشديد على قرار 2216 هو أساس المشاورات.
هو السبيل الوحيد للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل الودائع. لم يشر البيان إلى تعز كحالة خاصة بعد استماع إلى جميع التقارير بأن هناك حالة حصار واضحة ومن المتسبب فيها كان هناك تجنب الإشارة إلى ذلك، لكن بشكل عام دعا أيضا الطرف الآخر للالتزام بتعهدات ديسمبر، لأنه كان هناك في جولة في ديسمبر هناك جلسة كل 60 يوما للتقييم، وهذا موجود في القرار 216. يعني كانت هذه الجلسة الثانية بعد مفاوضات جنيف 2. هناك التزامات على الطرف الآخر لم يفيد الالتزام بها، وأعتقد أنه هناك غموض حول عقد جولة أخرى من المشاورات. طرف الحكومة باستعداده رغم أن الطرف الآخر يماطل، لم يلتزم بأي بالالتزامات التي قطعها أمام المجتمع الدولي بالإفراج عن المعتقلين بتحسين الوضع الإنساني، بل زاد الوضع سوءا. نعم. ما حدث يعني بالنسبة للجلسة الأخيرة. دكتور معين، هل الظروف مهيئة للذهاب لمفاوضات جديدة كما دعا البيان؟ هي تدعو إلى المفاوضات دون شروط، ولكن الطرف الآخر هو الذي عرقل بعد جولات نقدية لإسماعيل ولد الشيخ. نعم. وحتى باعتراف فريق الأمم المتحدة بأنه ما جرى من بعد ديسمبر لم يكن كافيا، الإفراج عن عبد الرزاق الأشول ليس كافيا لأنه جرى منذ اعتقالات اعتداءات على الصحفيين، زاد الوضع تفاقما تشديد الحصار. يعني بالمجمل لم يكن هناك تهيئة للدولة الأخرى، رغم أن الفريق الحكومي على يعني أبدى استعدادي دائما وكان يجب أن يتعامل مع المبعوث الأممي. يبدو أن الفريق الآخر فريق الميليشيات اعتمد على التسويف أو إعطاء وعود كاذبة بأنه سيلتزم بتطبيق القرار 216، لكن على الأرض يعني كان يعني أيضا ما بدأت في المشاورات وتم الاتفاق على أجندة الأعمال كان هناك تسويف من جانب فريق الميليشيات حتى وضع شروط قبل الذهاب إلى جولة ثانية. فأعتقد الكرة الآن ما زالت في ملعبهم، الإجراءات التي تمت ليست كافية، لكن دائما يجب الطرف الحكومي استعداده للذهاب دائما لأي جولة مشاورات لتحقيق السلام في اليمن. أين دور ولد الشيخ في هذه النقطة؟ أنت تتحدث عن تسويف من الطرف الآخر، لم يتطرق إلى ذلك ولد الشيخ في إحاطته أمام مجلس الأمن؟ الإحاطة أتت ملتبسة ومبهمة، ولم يشر فيها بأن الإجراءات التي من طرف الميليشيات كانت غير كافية. لم يعني هناك أعتقد بالنسبة للمجتمع الدولي من غير المقبول أن لا أن تؤتي الميليشيات أي معلومات حتى عن المعتقلين، الوضع الصحي، معلومات عنهم، زيارات حتى من قبل الصليب الأحمر. فأعتقد أنه كان ينبغي الإشارة إلى تعنت طرف الميليشيات في ذلك. هو حاول بشكل مكثف زيارة صنعاء لأكثر من مرة، لكن على الأرض كان هناك أعمال إجرامية من الميليشيات في تعز وفي أكثر من مكان، وتسويف حتى بإعطاء معلومات عن المعتقلين أو الإفراج عن المعتقلين. نعم. إذن دكتور معين، كما فهمت من إجابتك أن لديكم تحفظ حول إحاطة ولد الشيخ الذي قدمها، هل تقدمتم بأي اعتراض عبر مندوب اليمن لدى المجلس؟ ما يهم هو البيان الصحفي وليس الإحاطة. البيان الصحفي لحد ما متوازن وشدد على أن القرار 216 هو أساس أي عملية سلام في اليمن، وإلى حد ما يعني كان ينبغي الإشارة إلى ما يدور في الأرض وبالخاص الوضع الإنساني في تعز. لم يكن هناك أي التزامات على طرف الحكومي في إدخال المساعدات وتملص منها، كان كل إشكالية على الأرض في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات أو سلطة الأمر الواقع في إعاقة وصول المساعدات. أعتقد كان ينبغي التمييز في ذلك، ولا أدري لماذا لم يشر البيان صراحة إلى ذلك. أنت تتحدث أن بيان مجلس الأمن كان متوازنا، ولكنه لم يشر إشارة واضحة لتحميل الميليشيا مسؤولية واضحة، ولم يتخذ أي إجراءات لتطبيق القرار 2216. يعني ما الذي يمكن أن يقدمه البيان؟ أنا أعتقد المهم أنه شدد على 2216 هو أساس المشاورات،
او تطبيق الوصول الى وقف اطلاق النار شامل تقريبا. وكلنا مقتنعين دكتور معين، هنالك فرق بين التجديد على اهميه القرار وبين اتخاذ اجراءات واضحه على الارض لتطبيقه. لا يمتلك المبعوث الاممي اليه لارغام الميليشيا على تطبيق بعض في الاخير هذا الطرف اذا كان راغبا في السلام فعليه ان يلتزم. اما لم تكن هناك يعني مقاومة وجيش ويجب تطبيقه على الأرض. نعم. ما لم يلتزم الطرف الآخر بمسار السلام يبقى هو الملام على ما يحدث في الخليج. نعم إذا. في إشارة أخرى في القرار أنه الالتزام بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2016، وكان من هذه الالتزامات تتحدث عن إخراج المعتقلين، فتح الممرات الإنسانية الآمنة، وعدم إعاقة وصول المدنيين، وهذه كلها التزامات على الطرف الآخر ولم يلتزم بها. نعم دكتور معين، سؤال أخير، هل أنتم ما زلتم متمسكين بالخيار السياسي؟ مساران متفاوتين سياسي وعسكري. إذا تم التوافق على المسار السياسي سيجنب اليمن مزيد من الدمار، سيخفف من معاناة اليمنيين. كما نعلم أن الميليشيات لا تهتم بالوضع الإنساني، الوضع الاقتصادي التاريخي، وضع الاحتياطات، استنزفت كل موارد الدولة. لكن لا يعني ذلك التخلي عن المسار العسكري للحكم على الأرض وما يدور الآن. ينبغي أن تدرك الميليشيات أن المسار السياسي سيجنب اليمن الكثير من الدمار، لكن للأسف هذه الميليشيات لا تسترد بالمواطنين وتستخدم المواطنين كدروع، يعني ما الان او استخدام مقايضه حصار المدنيين في فأس هو كورقه ابتزاز سياسي وستخسرها عاجلا ام اجلا. دكتور معين عبد الملك، عضو الفريق الفني لوفد الحكومة في مشاورات جنيف، شكرا جزيلا لك. والمشاهدين الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات لينضم معنا في هذه الحلقة. مرحبا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم. أسعد الله مساك دكتور نبيل. لا جديد في بيان مجلس الأمن سوى الإعلان أن الأزمة اليمنية هي الأسوأ عالميا نظرا للتكلفة الإنسانية المرافقة للحرب. برأي الدكتور، لماذا يبقى موقف الأمم المتحدة في زاوية التعبير عن الأسف والإدانة حتى بعد عام من الحرب واشتداد الأزمة؟ شكرا جزيلا. في البدء ربما يسمي البيان الذي صدر يوم أمس من مجلس الأمن الدولي في ظل تطورات لأزمات كثيرة جدا وانعكاسات ربما أثرت على القضية اليمنية بشكل عام. نعم. في البدء لم تكن هناك ارتباطات كثيرة بين الموضوع اليمني وبعض الموضوعات الأخرى. الموضوع السوري او الملف السوري ربما ابقى بظلاله لي على نوعيه البيان والمباحثات التي كانت يوم امس. الروس بصوره اكيده ونهائيه لا يريدون انهاء ملف الحرب في اليمن على اعتبار ان ذلك قد يطول جهودهم بشكل واضح جدا في الجانب السوري، ومن ثم سيقومون بعرقله اي مساعي لانهاء هذه الحرب حتى تظل السياسه الروسيه داخل سوريا تاتي نتائجها لصالح النهج الروسي الايراني. اما في حاله ما اذا تمكن المجتمع الدولي من انهاء الحرب في اليمن فان ربما روسيا قد تخسر بشكل واضح جدا داخل سوريا، وخاصه ان هناك تحركات دوليه في الفتره الاخيره بدأت تسير في اتجاه بداية تقويض هذه العمليات أو الدور الروسي بشكل واضح جدا، والذي حاول من خلاله أن يحيد كل الأطراف وأن يكون فاعلا أو وليا أو أساسيا أو واحدا في الملف السوري. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، وانت الشيخ ربما أثبت بما نعم دكتور نبيل، دعنا في موضوع البيان، خلينا نعود إلى موضوع البيان الذي يشير إلى أو الذي دعا إلى العودة إلى طاولة المباحثات بدون شروط مسبقة. هل هذا يشمل مطالب الحكومة بضرورة التزام الميليشيا ببنود الجولة السابقة في المباحثات؟ ربما أنا أرى العكس من ذلك تماما. الحوثيين هم من حاولوا وأنصار صالح المخلوع عفاش من يضعوا شروط مسبقة للعودة إلى هذا الحوار،
وضمن هذه الشروط هو وقف العمليات العسكرية إيقاف نهائي دون أن يلتزم الطرفان الحوثي وصالح بأي شروط أخرى. ربما هذه الفترة هي قد تأتي في صالح الحكومة أو في صالح الجانب الحكومي، ولكنني سيدتي أريد أن أؤكد لك مرة ومرتين وثلاث، هناك فرص كثيرة وعديدة جدا ما كانت في صالح الحكومة وتصب في صالح الحكومة، ولكن ما زال الأداء الضعيف لفريق الحكومة هو من يعمل على تفويت الفرصة وتلو الأخرى من خلال الشروط وال الكثيرة التي تقدمها مجلس الأمن الدولي في كثير من الحالات السابقة. نعم وصلت الفكرة. وهذا الموضوع عن الاستفادة يصب في صالح الحكومة، وخاصة أنها لم تضع أي شرط إلا شرط واحد وهو عملية الإفراج عن الخمسة المعتبرين، وأن الاستفادة شرط مثل هذا هو شرط لا يستحق مثل هذه المكافأة. نعم دكتور. إنما هناك 27 مليون شخص هم في عداد المسؤولين. نعم دكتور. وليس الخمسة أشخاص التي تطالبهم الحكومة. نعم سأعود إليك لكني لا أسمعك واضحا، اسمح لي وسأعود إليك. اسمح لي الآن إلى أن أشرك معنا في الحديث الكاتب السعودي سليمان العقيلي. مرحبا بك دكتور سليمان. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور دكتور. مساء النور دكتور سلمان. لو أنت متابع إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، ركزت على تحميل السعودية مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في اليمن. نعم. في الواقع أنه هذه الإفادة هي استمرار للانحياز الأمم المتحدة التي سخرت سفنها وسفن المنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية لنقل الأسلحة للحوثيين، ومنظمة تقوم بهذا العمل الدنيء بحيث تدعم استمرار الأزمة اليمنية وتسخر جهودها لاستمرار الحرب، هذه منظمة لا تتمتع بالمصداقية أبدا. ولذلك فإن المملكة العربية السعودية وعلى لسان وزير خارجيتها في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية مساء أرسل رسالة تأكيد بأن التحالف العربي لن يتوقف إلا إذا طبقت القرارات الدولية وعادت الشرعية إلى صنعاء. وهذا أبرز على خزعبلات الأمم المتحدة ومندوبها. ومما يزيد الأمر وضوحا في انحياز هذه المنظمة أنها لم توجه تهمة واحدة للحوثي، رغم أنه كل المؤشرات الصعبة في حديثه وفي إفادته قام بها الحوثيين، ومع ذلك تجنب توجيه الاتهامات لهم. نعم دكتور سليمان، أيعني هذا دكتور سليمان أيعني هذا أن السعودية والتحالف ستستمر بعملها خارج إطار الإطار الدولي وخارج إطار موافقة الأمم المتحدة؟ لا، مجلس الأمن الدولي تجاهل موقفه وأصدر بيان أن أكد فيه على المبادرة الخليجية وعلى قرار مجلس الأمن 2216 وعلى مخرجات الحوار الوطني، وكل هذه من مطالب الحكومة الشرعية وحلفائها في التحالف العربي وبقيادة السعودية. ولذلك فإنه يعني وسيلة الضغط التي أرادها ولد الشيخ للتحالف العربي لم تنجح أو لم ينساق معها أعضاء مجلس الأمن لشعورهم بأن لا يستمروا في استفزاز المملكة العربية السعودية، لأنهم يعرفون عواقب مثل هذا التهور. نعم، إذن دكتور ما إذا تحدثنا كان وزير الخارجية السعودية بالأمس يتحدث عن استمرار التحالف في عملياته حتى تحقيق أهدافه وهو عودة الشرعية في اليمن. باعتقادك هل يبدو موقف الأمم المتحدة مساعدا على تحقيق مثل هذا الهدف؟
لا، طرائق المندوب الأممي وإفاداته وتصريحاته وأسلوب عمله لا توحي إطلاقا بتحقيق ما يطلبه مجلس الأمن. نعم. ولذلك أعتقد أنه في عملية توزيع أدوار بين مجلس الأمن وبين المندوب الأممي. مجلس الأمن يلتزم بقراره ويلتزم بالمبادرة الخليجية، وهو ملتزم حتى بمخرجات الحوار الوطني. نعم. وهو بذلك يعني يواكب التحالف العربي ويعني والحكومة الشرعية، ويسير في المسار السياسي المعروف دوليا. أما المندوب الأممي فهو يعني في واقع الأمر أثبت عدم مصداقيته، وهذا الأمر ليس جديد. يعني مندوبين الأمم المتحدة مع الأسف الشديد يخضعون للضغوط، وكان قبله جمال بن عمر قد خضع لضغوط شديدة. نعم. أستاذ سليمان تفضل بالبقاء معي وسأعود إليك، والآن اسمح لي لأن أعود إلى ضيفي الدكتور نبيل الشرجبي. دكتور نبيل أنت معي؟ نعم. دكتور نبيل، كما تابعت الدكتور سليمان العقيل وهو كاتب سعودي يتهم مجلس الأمن بعدم الحياد، ويتهمه أيضا بمساندة الحوثيين وبمواقفه والركيكة تجاه الملف أو الأزمة اليمنية، وهذا ما يساند بعض المواقف التي ترى أنه ليس من الواجب حاليا هو هذه البيانات، وإنما تطبيق القرار السابق لمجلس الأمن 2216. ما ردك؟ سيدتي، في البدء يجب التذكير على نقطة مهمة أو التركيز عليها. نعم. لا يعني صدور البيان الرئاسي الجديد من مجلس الأمن أنه قد ألغى القرارات السابقة. لا يمكن لقرارات مجلس الأمن أن تلغى إلا في ظل وجود قرارات جديدة أو إنهاء الحالة العسكرية الذي بني على أساسها القرار الأول. ومن ثم لا يعقل أو يتصور أن عدم ذكر البيان الرئاسي رقم القرار الأممي الأخير المطلوب تنفيذه، لأنه هذا القرار قد نازل عليه، ولكن بالعكس من ذلك هو يزيد على ذلك ببيان آخر يطلب بموافقة هذا الشيء الأول. نعم. الشيء الثاني، التحرك العربي جاء بناء على موافقة من الأمم المتحدة نفسها، وهذه المنظمات الإقليمية هي من تكون مؤهلة في حالات ما إذا سمحت لها الأمم المتحدة بتطبيق مثل هذا القرار. الإجماع العربي مصر على عودة الشرعية، ومن ثم هذا هو جوهر الصراع اليمني، وفي اعتقادي في حال ما إذا تم مثل هذا الأمر فإن كل القضايا الأخرى يمكن التباحث حولها أو الموافقة عليها في ظل الحوار بين الأطراف المختلفة. نعم دكتور نبيل، إذا السؤال هو لماذا لا يتم تنفيذ القرار؟ نعم، لماذا لا يتم تنفيذ القرار؟ هذا هو السؤال. نحن إلى اليوم ما زلنا في صدد عملية عسكرية. هذه العملية العسكرية ما زالت في مراحل ربما تخطت النصف قليلا ربما. نعم. أنا في اعتقادي بعد انتهاء هذه العملية العسكرية سيتم وضع كل الشروط والاتفاقات والأسس التي تم تداولها بين الأطراف المختلفة على طاولة الحوار، وسيتم من خلال هذه الآلية الجديدة وضع آلية جديدة لتنفيذ مطالب كل الأطراف. أما الآن أنا في اعتقادي الأولوية ما زالت للعمل العسكري. نعم، إذا ما تحدثنا عن خيارات الحكومة اليمنية، ما هي خياراتها في هذا الموقف؟ نعم، ربما الخيارات الحكومية ما زالت كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولكن ما زال هناك نوع من الضعف يشوب عمل هذا الفريق سواء كان هنا أو كان هناك.
أول هذه الخيارات ربما لم يستفد بشكل واضح جدا من عملية الدعم اللامحدود من قبل المجتمع الدولي سياسيا وعسكريا واقتصاديا. الأمر الآخر، ما زال هناك إمكانية لعملية إجراء ضغوطات عسكرية بين التحركات العسكرية والتحركات السياسية، وهي ما تكبر الطرف هذا على التنازل والإسراع بالتنازل بشكل واضح جدا. الأمر الرابع أيضا، ما زالت خيارات الحكومة محدودة ربما في إطار معين، أو إنها حطت نفسها في خيارات معينة ولم تستطيع أن تنتقل من هذه الخيارات المعينة حتى تتمكن من فرض شروط أخرى جديدة على الطرف الآخر، وذلك بعملية التمسك ببعض الشروط السهلة والبسيطة التي لا يمكن القبول فيها في ظل مثل هذه الظروف العسكرية. نعم، إذا الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات كنت معنا، شكرا جزيلا لك. والآن شهدنا نعود إلى ضيفي من السعودية الكاتب سليمان العقيدي، مرحبا بك مرة أخرى دكتور سليمان. الآن هنالك حديث عن أن استمرار الضربات السعودية يهدد مستقبل انعقاد أي مباحثات سلام، هل هنالك ضغوط دولية تمارس على السعودية لوقف ضرباتها في اليمن؟ هذا بحسب إفادة والد الشيخ الأخيرة. نعم، إذا تسمح أوضح بالنسبة لقرار مجلس الأمن علشان تكون الأمور واضحة. نعم، بيان مجلس الأمن ليس قرار. بيان مجلس الأمن لم يتهم لا التحالف ولا السعودية ولا الحكومة الشرعية ولا الحوثية. بيان مجلس الأمن أكد على القرارات الدولية السابقة بما وعلى المبادرة الخليجية وعلى مخرجات الحوار الوطني، ودعا الجميع للتعاون في موضوع الإنسان، ولم يتهم احد. الذي اشار بالاتهامات المزيفه هو وكيل الامم المتحده للشؤون الانسانيه. نعم. زياد بن رعد. وهو سبق اتهم وتحديناه في التلفزيون انه يثبت بالادله كلامه، ولم يستطع ان يثبت لان مصادره كلها مصادر حوثيه أو من شهود عيان تحت السلطة الحوثية، ولذلك مصداقية ضعيفة ومشكوك فيها، وادعاءاته حتى لم تسمع من أعضاء مجلس الأمن ولم يلتفت لها، وظل يعني كلامه في إطار هامش أعمال مجلس الأمن. هل يعني هذا دكتور سليمان، هل يعني هذا أن الحوثيين وحلفائهم استطاعوا التفوق على التحالف في المعركة السياسية والدبلوماسية؟ لا، لم يستطيعوا ولا يمكن. أولا، المعركة الدبلوماسية لا زالت الحكومة الشرعية وحلفائها بالتحالف العربي والمملكة العربية السعودية في المقدمة لا زالوا يحققون الانتصارات الدبلوماسية التي بدأت بعد أيام قليلة بقرار الجامعة العربية، ثم بقرار مجلس الأمن، وما زال مجلس الأمن متمسك بقراره، وما زال يدعم المبادرة الخليجية. على فكرة، كل هذا كلام دعائي الذي يتحدث عن فشل الدبلوماسية، وهذا الدبلوماسية السعودية تفوقت على الدبلوماسية الإيرانية، فكيف بجناحها اليمني الضعيف؟ نعم. لا، ليس هذا مجال للتصديق ولا للقبول. في المجال السياسي، في إيران بما فيها إيران الآن تحاول أن تقول للمملكة العربية السعودية أنا أرفع يدي من اليمن وأضغط على حلفائي لكي ينهوا المسألة. إذن دكتور سليمان، إذن كيف لنا أن نفسر هذا الموقف الدولي والأممي من الأزمة والملف اليمني؟ كيف لنا أن نفسر هذا الموقف الركيك، وكما قلت أنت أنه غير محايد ويقف إلى جانب الحوثيين، إذا كنت تقول أن التحالف لم تخسر المعركة سياسيا ودبلوماسيا، إذن كيف لنا أن نفسر هذا الموقف؟ يساعد تحاول أنه يكون متوازن فيها، والتوازن في موضوع الجرائم خطيئه. يعني انا ولد الشيخ الحقيقه ما ودي انال منه، لكنه هو حاول انه يقف في المنتصف او ان يكون في وسيط محايد، لكن في ازمه
إنسانية مثل هذه تمنع فيها المواد الغذائية من دخول المدن ومنتعز وتستخدم سفن الأمم المتحدة فيها لنقل الأسلحة، هذا ما فيه حياد، هذا عمل إجرامي لا الحياد فيه غير مقبول لسبب نعم. واحد أنك أنت لست منظمة إنسانية تقول أنا عندي آمال في الدخول على الأرض وتوزيع المساعدات، منظمة سياسية ومنظمة ضغط سياسي، فواجب أنه يكون دوره أقوى من كده. نعم هذا اللي ناخده على الأخ. نعم شكرا شكرا أستاذ سليمان، انتهى وقت الحلقة، أشكرك جزيل الشكر لأنك كنت معنا في الحلقة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الدكتور نبيل الشرجبي والأستاذ سليمان العقيل والدكتور معين عبد الملك عضو الفريق الفني لوفد الحكومة في المشاورات، وهي لكم على حسن المتابعة والإصغاء. نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.